هذا سؤال يقول: سماحة الشيخ، نقرأ ونسمع بأمور تتعلق بالخروج على ولي الأمر وأن ذلك محرم وفق نصوص الكتاب والسنة، فكيف يكون الخروج حتى نحذره ونحذر منه؟ الخروج بمعصية ولي الأمر، إذا أمر بأمر ننظر، فإن كان على حق قبلناه ونفذناه، وإن كان فيه خطأ يناصح ولي الأمر ويبين له هذا الخطأ، ولا نعمل بالخطأ، نتجنبه ونناصح ولاة أمورنا عنه ونبين لهم، لأنهم يريدون الخير، يريدون المصلحة لرعيتهم، فما كان من حق أيدناهم عليه وثبتنا عليه، وما كان من مخالف فإنهم مجتهدون، والمجتهد يخطئ ويصيب، نناصحهم ونبين لهم، نبين لهم الحق الذي هم يريدونه ولكن أخطأوا طريقه، نبينه لهم ونتعاون معهم في ذلك، يريدون الحق نتعاون معهم على إصابة الحق لأنه في صالح الجميع. نعم.